بسم الله والصلاة والسلام على نبي لا أحبتي في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي من أفضل أوراد غذاء الروح، وتقدر كمان من خلاله إن شاء الله كسب طاقة روحانية عالية، بالإضافة طبعا إلى إن ممكن ربنا يمن عليك من الورد ده بصحبة طيبة، لكن ده يشترط ومتوقف على صفاتك. ومن الصفات دي الالتزام بالفروض الخمسة، وده طبعا صفة لازم تكون موجودة فيك وفي المقام الأول، وطبعا البعد عن المحرمات بكافة أنواعها، والبعد عن الحسد والحقد، لأن الحسد والحقد من أكتر الأشياء والصفات اللي ممكن تحرمك من نفحات نورانية كتيرة جدا. كل يوم حافظ على البسملة مع قول لا إله إلا الله عدد 1000 مرة قبل نومك، أو ممكن في بداية يومك. الوقت مش مهم، لكن المهم إنك تداوم على الورد ده بشكل مستمر. بشكل مستمر بمعنى انك مهما كانت ظروف يومك تحافظ على وردك بانتظام. يوميا هتكون على وضوء طبعا، وتجلس على سجادة صلاتك، وهتقول في جلسة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله عدد 1000 مرة. لو عندك اي استفسار سيبه لي في تعليق، وانا باذن الله هجاوبك عليه. بتمنى انك لو ما اشتركتش في القناة ياريت تشترك في القناة، وياريت كمان ما تنساش تعمل لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.